مرحبا بكم على مجلة ريجيم. وصفتنا سهلة اليوم وهي مخلل الخيار محشو بالفلفل، يستهلك بعد 3 أيام من تحضيره. كل ما نحتاجه هو فلفل ألوان، خيار. نقوم بقياس الخيار ونقطعه على حسب طول الفلفل. ننزع بذور الخيار من النصف ونقوم بحشو الخيار بالفلفل. بعدها نشيل الزائد ونقطع دوائر متوسطة الحجم. أنا هنا قمت باختيار لوني الأصفر والبرتقالي في الفلفل، ويمكن حشوه بالفلفل الأخضر أو الأحمر. نقوم بتجهيز برطمان معقم، نضع فيه بذور الخردل، فلفل مجفف حار، فصوص ثوم، ونرتب بعدها وضع الخيار. عندما ننتهي نضيف 5 ملاعق من الخل ونضيف ماء ساخن، وهذا هو سر أن هذا المخلل يستهلك بعد 3 أيام، إضافة الماء الساخن. ونضيف طبعا الملح، الملح يكون حسب الرغبة وحسب الذوق. نتركه مدة 3 أيام ونبدأ بالاستهلاك، وبعدها نحتفظ به في الثلاجة. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم الجديد. مع السلامة.